بالمناسبة مفتاح من ليبيا. جيت لولدي وليد الله يشكي كاين من المثانة والليبيا ما عطونيش أي تشخيص لولدي، فجيت عن طريق دكتور هيثم. دكتور هيثم شخص لي حالته بالكامل، وتو الحمد لله جرينا له عملية كبيرة وهي عملية المثانة، والحمد لله بفضل الدكتور هيثم ولدي إن شاء الله كويس. السلام عليكم، أنا أميرة مصباح سالم القداري من ليبيا، والدة الطفل وليد أسامة مفتاح. حبيت نشكر مستشفى الكلى والمسالك بصراحة يعني، حابة نشكر الدكتور هيثم متولي بدوي وكافة الطاقم الطبي من تخدير ومن ممرضات ومن استقبال، ابتداء من الاستقبال ومن الحرس ومن كل الطاقم الطبي بالمستشفى. بصراحة كان ابني وليد في ليبيا كان يعاني من مشاكل من الكلى ومن المسالك، والتشخيص كان في ليبيا مش واضح ومن قلة الإمكانيات، بس الحمد لله لما وصلنا مصر ووصلنا للدكتور هيثم متولي بدوي اتضحت إن حالة وليد الحمد لله لها علاج ولها يعني كل حاجة واضحة عند الدكتور هيثم متولي، وقمنا بعملية جراحية والحمد لله ولدي اليوم أحسن بواجد الحمد لله، حالته الصحية كويسة، النظام الغذائي قاعد من عنده كويس، كافة التحاليل كلها كويسة الحمد لله. نشكر كل الأطقم الطبية بصراحة ونشكر مصر بحالة بصراحة. لما جينا المستشفى كافة الخدمات الطبية كلها ممتازة، ابتداء من كل حاجة، من السيسترات، من الدكاترة، من التخدير، من الجراحة، من كل الأطقم الطبية بصراحة معاملة ممتازة. واتضحت صورة ابني الحمد لله، يعني وليد جيت به شبه ميت، يعني جيت لمصر وأنا حالتي النفسية تعبت، من ليبيا تعبت لأنه ما شخصش وليد نهائي، بس الحمد لله وصلت ولدي شوفوه قدامكم الحمد لله كويس، وأنا مبسوطة ومرتاحة، وحابة نشكر كل الطاقم بالمستشفى من السفرجة من الغرف الخدمة الفندقية من كل حاجة الحمد لله. وشكر خاص لجميع الدكاترة، والدكتورة وسام والدكتورة رانيا والدكتور هيثم متولي بدري والدكتور أحمد جعوان وكل الأطقم الطبية، وسلام خاص من ليبيا لكل مصر عشان ولدي الحمد لله بخير، ونحن أهلا من ليبيا وكل مصر ونحن أخوة الحمد لله يا رب. ولدي اليوم مبسوط وإن شاء الله يا رب نحن ليبيا بخير يا رب.